مشاهدينا، هنتكلم معاكم النهارده عن موضوع مهم وهو الطاقة الحيوية في جسم الإنسان. طبعا الطاقة دي حاجة مهمة قوي، وكلنا ساعات بنحس بتعب شديد ومش عارفين سببه إيه. طبعا ده ممكن يبقى بسبب إن الطاقة في جسم الإنسان قلت ولازم نعليها مرة تانية. هنتكلم في الموضوع ده النهارده مع ضيفتنا مي حسين، المعالج بالطاقة الحيوية. أهلا بيكي. أهلا بيكي حبيبتي. مي، احنا عايزين نعرف يعني ايه الطاقة الحيوية. ناس كتير من المشاهدين ممكن يبقوا حاسين ان ده موضوع بعيد عنهم، ايه موضوع الطاقة ده؟ هي ببساطة الطاقة دي هي الطاقة الحيوية اللي ربنا خلقها في الكون، وبناخدها ازاي؟ بناخدها من الأرض والشمس والهواء. فاحنا طول ما احنا ماشيين بنشحن طاقة إيجابية، لأن ربنا خلق طاقة إيجابية في الكون، وبنفرغ الطاقة السلبية دي في الأرض. فبنشحن منين؟ من الهواء والشمس. ازاي؟ طول ما احنا ماشيين احنا عندنا شكرات، لسه هنيجي في الموضوع ده بعد كده. بناخد من الهواء ومن الشمس، من الهواء والشمس طاقة إيجابية، وبنفرغ الطاقة السلبية. وده مين أول ناس اشتغلوا بيها؟ كانوا الفراعنة. الفراعنة دايما كنت بتشوفي صور، وفي يمكن صورة في التتر على صورة الفراعنة. الفراعنة بيعملوا حركة كده وكده، وكنا دايما بنقول دول بيرقصوا. فهم كانوا بيعملوا ايه؟ هم كانوا بيشحنوا طاقة، بيفرغوا الطاقة السلبية في الأرض، وبيقيسوا. شايفة الصولجان اللي هو ماسكه؟ كان بيقيس الترددات الطاقة. ازاي يقيس الطاقة دي مفيدة للإنسان ولا لأ؟ عالية، بيعرف نسبتها قد إيه بالصولجان وزي مسمار كده، وبيقيس التردد بتاعها. بيقدر يعرف إن النقطة دي عالية طاقتها، فيقدر يبني الهرم عليها. يقدر في المعابد يبني الأوضة بتاعت، عشان هم كانوا بيؤمنوا بالخلود، دفن الموت، بالبعث يعني. فهم عايزين يحافظوا على الموميا بعد ما تموت، فبيعملوا دي في أعلى مكان فيه طاقة في المكان ده. بعد يعني هو كده أصلاً العلم ده من أيام الفراعنة. العلم ده من أيام الفراعنة. زمان كانوا بيخبوه، بيقولوا إن هو كرامات أو كده، المشايخ والأساوسة وكذا هم اللي كانوا بيشفوا البشر. ولكن العلم ده كل واحد فينا يقدر يتعلمه، ومش إن هو أكنه بيتعالى. يعني زي في الفراعنه مثلا، كان الكهنه هم اللي كانوا بيستعملوا علم الطاقه ده علشان يساعدوا بيه الناس. بالظبط. حتى مش بس في البنى وفي اختيار الاماكن، لكن في ان هم يساعدوا بالعلاج. الناس في العلاج. لان ما كانش وقتها فيه ولا ادويه ولا طب. أيوه. فكان هو ده الاستشفاء. بعد كده شرق اسيا تطوروا جدا في العلم ده. وهم لغايه النهارده هم العلم ده هم سوبيرير فيه، يعني اكنهم هم المتفوقين في العالم فيه. ولكن العلم ده ابتدى ينتشر، لان زمان بقول لك كانوا بيخبوه على انه كرامات، على انه احنا بس اللي نقدر نعمله، محدش تاني. فما كانوش بيعلموه للناس، ما كانش بيوصل لنا. كان عند طبقه بس معينه، عند ناس معينه. ناس معينه. مش عند عامه الشعب. وما مش بيعلموش لحد، لانه طبعا هيبقى ضد الادويه والطب وكذا. ده مش معناه ان احنا مش بنستعمل الطب، ولكن طبعا هو طب كانه مساعد، ولكنه مش بديل. في زي شرق اسيا بيعتبروه طب بديل، ولكن احنا بنعتبره طب مساعد. بعد كده في جه 1939 عالم روسي اكتشف انه زي ما درسنا كلنا في الفيزياء، درسنا انه الطاقة دي كل حاجة في الدنيا لها طاقة بفريكوينسيز او ترددات مختلفة. يعني بمعنى ايه؟ يعني بمعنى ان القماش ده له طاقة، الزرع له طاقة، الجماد الخشب له طاقة، احنا لنا طاقة، الحيوانات لها طاقة، ولكن كل واحد بيبقى له طاقة بترددات مختلفة. وكل ما عاليه الترددات كل ما عاليه الطاقة. ببساطة لما احنا بنبقى مبسوطين وعندنا تفاؤل وكده، بنبقى عايزين ندي اكتر ومستعدين نكسر الدنيا علشان نحقق اهدافنا. اما تبقي محبطة ومتضايقة وزعلانة وعندك حزن،
فبتبقي اكنك حاسه ان انت انرجي لو، يعني اكنه الطاقه دي بتاعتك بتبقى سلبيه، هي دي اللي طاغيه. فجي بقى العالم ده اخترع كاميرا، والكاميرا دي ابتدت تصور الهالات اللي حوالين الحاجات المختلفه. ففي مثلا الكوينز او المعادن، المعدن الجنيه او كده، لقى حواليه في طاقه زي هاله كده. جه في باينة الزرع كأن إضاءة كده حواليها، بالظبط. دايرة كده. الصورة اللي بعدها هتلاقي كأنها ورقة شجر، ورقة الشجر دي مليانة طاقة بتشع منها. الصورة اللي بعدها ورقة شجر مقطوعة، فالطاقة بتاعتها قليلة، الهالة بتاعتها هتلاقيها حواليها كأنها طفت، ما بقتش منورة زي ميتة. التاني. فابتدى يصور البني آدمين بقى، فابتدى يصور الصورة اللي بعدها هتلاقي كف الإيد، كف الإيد ده مليان طاقة، يعني لكنه بيشع طاقة زي ما اتفقنا إن كل حاجة في الدنيا لها طاقة بترددات مختلفة. ابتدى يصور إنه لما فكر إنه ورقة الشجر لما كانت سليمة وما كانت مش مقطوعة. سليمة، يبقى أكيد الطاقة بتاعة الإنسان بتفرق لما هو يبقى عنده اكتئاب وعنده طاقة سلبية طبعا. واتساب، ولما يبقى مبسوط وسعيد وريلاكست، يعني اكنه مرتاح ومعندوش مشاكل، فبيبقى طاقته برضو مختلف. ولقى الهالات دي بتتغير الوانها، دي بقى بديل ايه؟ او ده طب انسان اهو، تكميلي. بالظبط. وحواليه طاقة، بس حواليه طاقة، الهالة هو اللي حوالينا. متعصب دلوقتي، فلما لقى لون احمر في صورة تانية انه لون بيبقى شوية هادي. فده معناها انه بتفرق من الحالة النفسية، لو انتي متعصبة او هادي. ابتدوا يقولوا ان ده طب بديل او طب تكميلي. وطبعا احنا عندنا علم طاقة وعالم يعني معروف عالميا ومعروف في مصر، دكتور ابراهيم كريم، واكتشف علم البيوجيومتري اللي هو بيقيس طاقة الانسان وبيقيس طاقة المكان وهكذا. طاقة جسم الانسان دي في حاجة اسمها نظام الطاقة الحيوية في جسم هي الانسان. دي الشكرات صح؟ بالظبط. النظام الطاقة الحيوية في جسم الإنسان ده متكون من 3 حاجات. أول حاجة الشكرات اللي هي مراكز الطاقة في الجسم. اللي هي النقط اللي باينة دلوقتي في الصورة. بالظبط. النقط اللي باينة في الصورة دي هم 7 شكرات، ولكل شكرة لها زي أسبكت أو شق طبي وشق نفسي. يعني لقوا إنه الحالة النفسية هي اللي بتؤدي إلى المرض، مش المرض هو اللي بيؤدي إلى الحالة النفسية. وهنا العلم ده، علشان كده علم الطاقة مختلف عن الطب البشري، إن هو اهتم بالحالة النفسية بتاعت الجسم. إنسان. فكل شاكرا لها لون. إزاي قاسوا اللون ده؟ إزاي عرفوا إن الشاكرا لها لون؟ بالتردد. بيبقى زي، عارفة الجهاز اللي بيقيس مثلا رسم المخ، بيوصله زي أسلاك معينة وبيشوفوا على الجهاز تردد الشاكرا، مثلا الكراون شاكرا اللي هي فوق في الراس من فوق، وبيوصلوها بالألوان المختلفة، ولقوا إنه التردد بتاعها بيجي مع اللون مثلا اللي هو الموف الفاتح، فلقوا إن الشاكرا لها لون، فلها تأثير بالألوان. ولها بقى شق طبي وشق نفسي، فهي مسؤولة عن علاقتنا بربنا، سواء احنا مسلمين مسيحيين يهود بوذيين بدون حتى دين. دين، البشر كله عنده النظام الطاقة في الجسم، فبغض النظر عن الديانة، ولكن دي علاقتك بربنا. مسؤولة عن ايه؟ شق طبي مسؤولة عن المراكز الـ سوري الـ الجهاز العصبي بتاع جسم الإنسان، يعني كل شقرة في مكان مسؤولة عن مسؤولة حاجة. عن حاجة يعني معينة. مثلا لو عندي مشكلة في بطني أو في القولون أو كذا، يبقى الشقرة دي هي اللي فيها مشكلة. بالظبط، اللي هي السولر شاكرا، الشاكرا السولر أو الشمسية بيسموها بالعربي. دي على طول أول ما هتجيلي تقولي لي أنا بيجيلي قرح كتير أو قولوني العصبي، 3/4 الشعب المصري بالظبط. عنده قولون عصبي. ليه؟ لأن هو عنده خوف وقلق ووري. فأنا يعني الشاكرة دي بتاعت الخوف والقلق بالظبط، فعلشان والتوتر. كده من كتر الخوف والقلق كل ما انتي بتخافي اكتر وكل كذا، زي ما كنا مثلا في الامتحانات زمان، كنا ندخل الامتحان نبقى بطننا وجعانا طبعا. وكذا،
ده معناه انه انت عندك الشاكرا دي حصل فيها بلوكج. حصل مقفولة. فيها بلوكج ازاي؟ انه انها اتقفلت، فاتقفلت لانه انت قلقانه مش لان هي تعبانه. ومن كتر ما بتتقفل وبيبقى فيها طاقه سلبيه بتاثر بقى على العضو، تاثر بقى على القولون، يجي قرح كتير في المعده، تبقى عندهم ارتجاع في حاجات كده. فكل طيب. شاكرا فيهم مسؤول عن حاجه. انا عايزاكي تقولي لي كل واحده ممكن تعمل امراض ايه لو كانت مقفوله ومعناها ايه. بس ناخد تليفون معانا. مروه اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. اهلا وسهلا. كان عندي بس سؤالين للدكتوره بعد اذنك. اتفضلي. كنت سمعت يا دكتور بعد اذنك ان في ناس كده يعني كانهم بينشروا الطاقه السلبيه، يعني ممكن ابقى انا قاعده مع حد يبقى هو مكتئب او هو عنده طاقه سلبيه ينقلها لي، او انا اتاثر بيه بالشكل دوت. ده اول سؤال. وتاني سؤال كان فيه برضه قريت مره ان مش عارفه ايه، ننشر نرش ملح في الزقر البيت في الازقار بتاعه الحيطان كده، او نمسح بميه وملح ومش عارفه نعمل ايه عشان نسحب الطاقه السلبيه اللي في البيت. ففعلا هل يعني في حاجات ممكن تنشر طاقه سلبيه جوه البيت، وحاجات تانية ممكن تسحب الطاقه السلبيه دي تنشر طاقه ايجابيه في البيت؟ تمام، شكرا يا حبيبتي. شكرا يا اكيد. ليه؟ لان انا ما احنا اتفقنا ان احنا طول ما احنا عايشين وماشيين في الدنيا بنشحن طاقه ايجابيه وبنفرغ سلبيه. لو انا قاعده مع حد عنده طاقه سلبيه عاليه، يعني عنده مشاكل كتير، نظرته للحياه متشائمه، حزين، بيشتكي كتير قوي، ما هو دي كلها طاقه سلبيه. اوكي، فطبعا هتاثر عليا، لانه احنا اول ما بنقعد مع بعض بيبقى في كونكشن. اوكي، فبيبقى في اكنه واصله بيني وبينك. فانا لو انا قاعده مع حد كئيب اكيد هكتئب، اكيد هياثر عليا. في طرق ان احنا نعمل بروتكشن لنفسنا او حمايه لنفسنا من الطاقه السلبيه. بس دي عايزه حلقه لوحدها. طيب دي مهمه. اوكي، فممكن نبقى نعملها تاني. نعمل لها حلقه. ايوه. طب وسؤالها التاني بالنسبه بقى. للملح، الملح كماده كيميائيه، ملح البحر اللي هو الملح الرشيدي او كذا، ده بيسحب الطاقة السلبية. علشان كده ربنا خلق لنا في الكون بحوق بحر. سيمبلي لما بنروح على البحر ببساطة بنبقى مرتاحين. طبعا صح؟ طبعا. لما لو نزلنا وطلعنا من البحر بنبقى ريلاكست. بنبقى كأننا حاجة فكت. حتى الأطفال لما بيلعبوا شوية في المية والبحر ويطلعوا مش عارفة ايه ويبقوا بيزنوا وكذا بيبطلوا زنوا بيناموا. صح. بيرتاحوا. ليه؟ لان الملح ده كماده بيسحب الطاقه السلبيه من الجسم. من الجسم طبعا. ده بيغسلنا بالاويرنس، يعني لازم نبقى احنا واعيين لده علشان نستفيد بيه اكتر. يعني انا كان عندي ديسك في رقبتي، 2 ديسك، وتعالجت بالملح بالميه وملح وبالتنفس. وهقول لكم ازاي بعد كده حمايه ازاي نحمي جسمنا من الطاقه السلبيه. لكن فكره ان نمسح البيت بالملح او نرش ملح في الاركان او نستحمى بميه وملح، دي كلها تمام، بتساعد بالظبط، بتشيل الطاقه السلبيه. نرش ملح في الاركان دي لها رولز، يعني ان احنا مش كل الاركان، يعني انا لو عندي اوضه مربعه بعمل في الاركان المتقابله بس، ركنين في وش بعض بس، مش بعض. لازم الاربعه. مش لازم الاربعه. ده الملح اللي هو الملح الرشيدي التخين. ده طبعا في ناس هتقول علينا ان احنا بنقول اي كلام وبندجل، وده دجل. في ناس طبعا ولكن مش هو عارفه مش العلم ده. لكن هو لو احنا ترجمناه بالعلم، الصوديوم كلورايد اللي هو الملح هو ده بيسحب الطاقه السلبيه. ممكن نستفيد بيه ازاي؟ ان احنا يا اما نستحمى بيه، يعني بعد الشاور بندلق على نفسنا ميه وملح بنيه، والنيه مهمه قوي في علم الطاقه، ان احنا يسحب كل النيجاتيف او كل الطاقه السلبيه من الجسم. هو اصلا كمان الملح ده ليه اصل في السنه عندنا كمان، عشان الحسد والحاجات دي والهدوء. هتلاقي جداتنا معظمهم كانوا بيحطوا ملح في الميه وهم بيمسحوا الارض. يعني انا شخصيا ما كنتش فاهمه ليه. وما كانوش بيقولوا لنا ايه السبب او كذا، لان هم تورثوها، ولكن هم مش عارفين بالظبط هي ليه. ايه سبحان الله. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا. مشاهدينا خليكم معانا وخلي طاقتكم ايجابيه كده وتابعونا بعد الفاصل.
تانية مشاهدينا ومعانا تليفون. منى اهلا وسهلا. الو. ايوه اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اهلا بيك. ايه والله انا عندي سؤالين ممكن اسالهم بخصوص موضوع الطاقه. اتفضلي. الموضوع الاول بشكركم طبعا عليه. عايزه اسال، هو في احجار ممكن احنا بنستخدمها تدينا برضو طاقة يعني إيجابية؟ تمام. وفي أعشاب ممكن إحنا بنشربها أو مثلا يعني ممكن أسمع في ساعات الخردل ممكن نحطه بيدينا فوائد للجسم؟ يعني أعمل حاجة زي دي مثلا، أحط أعشاب في المية وأستخدمها؟ صح، نسمع على الموارد. أو مثلا أسمع في زيوت مثلا بنحطها مثلا في المية وبيبقى في حالة استرخاء كده، مثلا لو بناخد يعني شاور وحاجة. وبرضه عايزه اعرف الالوان، الالوان مثلا ممكن في حاجات احنا ممكن نحطها في شقتنا باستمرار، يعني الوان تقع عليها عينينا علشان احنا نحس دايما ان في طاقه ايجابيه، خاصه لما بنصحى من النوم او في اوقات معينه كده في اليوم يعني. ماشي يا حبيبي، واشكركم. ماشي، سألت على الاحجار والالوان وحاجات ممكن نشربها نحطها على الميه او كده، وحاجات ممكن نستحمى بيها. ما هو علم الطاقة ده فرع من فروع علم اسمه هولاستيك هيلينج. هولاستيك هيلينج ده بيقع تحته بقى الكريستال هيلينج والكالر هيلينج والانرجي هيلينج، والانرجي هيلينج ده متفرع كتير، في برانك هيلينج اللي انا درساه، وفي ريكي، وفي حاجات تانية كتير، في ريفلكسولوجي، كل دي علوم تحت الهولاستيك هيلينج. طبعا في احجار بتأثر، وفي ناس في مصر على فكرة بيعالجوا بالأحجار، وكل واحد فينا له حجر معين حسب حالته برضو النفسية في الوقت ده. الألوان مش ساعات كتير بتلبسي الصبح وبعدين تروحي قلع الهدوم وتبقي مش عايزة تلبسي ده، لا عايزة ألبس حاجة تانية. احنا دايما في علم الطاقة بنقول go by your heart، يعني شوفي انت بتحبي ايه او ايه اللي مريحك واعمليه، ما تعمليش حاجة غصب عنك، لان كل ما بتعملي حاجه غصب عنك بتدي لنفسك طاقه سلبيه. فكل ده موجود، وفي في بالاعشاب، وفي بالزيوت، في علوم كتير تحت الهولاستيك هيلينج. فهي اللي سالت عليه منى، كل ده كل واحد له فرع من العلم، وكل واحد تخصص مختلف. انا تخصص في الطاقه بس، لكن مش معنى كده ان انا مش ما عنديش فكره عن الباقي، لكن هو علوم مختلفه وعايزه وقت اطول ان الواحد يقعد، يعني كل واحد فيهم عايز علم حلقه لوحدها علشان يشرحه يعني. لو هنرجع نتكلم عن الشكرات قلنا زي ما قلنا كل واحده لها لون، وكل واحده لها شق علمي وشق نفسي. وقلنا اول حاجه على الكراون شاكرا اللي هي علاقتنا بربنا، وانه ازاي مهما كنا دي اللي فوق بغض النظر عن الدين. وكشق علمي هي مسؤوله عن النيرفس سيستم كله او الجهاز العصبي في الجسم. الشاكرا الثانيه اللي هي الثيرد اي، الثيرد اي دي بتبقى بين الحواجب. احنا سبحان الله في يعني واحنا المسلمين لما بيصلوا بيفرغوا طاقة وبيشحنوا طاقة في الصلوات، فإحنا عندنا برضو ميزة لو عملناها وإحنا أوار إن إحنا فعلا بنفرغ الطاقة السلبية بنشحن طاقة إيجابية، بنلاقي نفسنا استفدنا من الصلاة جامد. برضو الثيرد آي دي عبارة عن إن هي مسؤولة عن البصيرة، إن أنت إزاي بتشوفي المسج أوت أوف أو الرسالة اللي بتجيلك بغض النظر ايه اللي بيحصل او ايه الظروف او كذا. البصيرة زي حد بيبقى مثلا شايف الحاجة تحت رجليه قوي، وحد شايف انه لا ده حصل علشان في حكمة out of المشكلة اللي حصلة مثلا، فده بيبقى البصيرة. بيبقى مسؤول عن ايه؟ عن الجيوب الانفية، وبرضو جزء من النيرفس سيستم. لو في التهاب في الاذن او كده برضو بيبقى بنعالج بتاع، بنلاقي هنا بلوكج عالي بنقدر نشيل ده ونحط ونعمل توازن للشكل.
بعد كده في الثروت شاكرا او اللي هي الحنجرة. الحنجرة دي مسؤولة عن ازاي اقدر اعبر عن نفسي. في ناس ساعات بيبقى عندها كلام كتير قوي عايزة تقوله، مش عارفة تقول الكلام مظبوط، وبيبقى عندها بلوكج عالي هنا، يعني هي مش عارفة تعبر عن نفسها، مش عارفة تعبر عن الموضوع اللي عايزة تشرحه، فبيبقى في بلوكج عالي هنا. بنعالج مقفول. بيه ايه؟ بنعالج بيه الـ الـ القصبة الهوائية، أي أمراض في القصبة الهوائية كلها. لونها ايه؟ لونها أزرق فاتح. وزي ما قلنا ازاي عرفنا الألوان؟ بالترددات، بقياس الترددات بين الألوان وبين المكان الشاكرا نفسها. بعد كده في الهارت شاكرا. الهارت شاكرا دي او اللي هي عند القلب بالظبط، دي مسؤولة عن الـ unconditional love، اللي هو ايه؟ اللي هو الحب بلا اللي هو بنحبه لأولادنا أهلنا، بغض النظر عن انت قد ايه، هم قد ايه مختلفين ومتابين، لكن في الاخر انا بحب ولادي بما هم فيه. لو في حد عنده مشكله في الموضوع ده بيبقى عندهم بلوكج، ولما بالبلوكج بيتشال او السدد في الشاكرا بتتشال بيتحسن العلاقات، سبحان الله ازاي، يعني هنشوف يمكن قدام شويه. مسؤوله عن ايه؟ ان احنا بنعالج بيها القلب وبنعالج بيها الرئه. بعد كده السولر شاكرا. السولر شاكرا هي المسؤولة عن القلق والخوف. لو جالي حد عنده بلوكج او بيحصل له مشكلة كتير في معدته او في القولون او دي كذا، دي الصفرة اللي هي اللي دي هي خضرة. الصفرة بالظبط. فدي بتبقى مسؤولة عن القلق والخوف، فبتأثر دي عندنا كلنا بقى، عندنا كلنا، عند دي عندنا كلنا اكتر من 3/4 الشعب المصري، لانه كله قلقان وخايف وكذا والتوتر والتوتر بالظبط. لو احنا عالجنا التوتر سبحان الله بنخف، بتتفتح حقيقي بنخف. لما بنبقى مرتاحين وريلاكس ما بيجيلناش قولون وما بيجيلناش اوجاع في معدتنا. زي ما قلنا قبل كده، لما بنبقى قلقانين وداخلين امتحان معدتنا بتوجعنا، ما هو ده القلق، عشان كده عندنا بلوكج هنا. بعد كده في فهي مسؤولة عن الأمعاء الغليظة والمعدة. لو في حد عنده مشكلة هنا بنقدر نشيل برضو النيجاتيف وبنحط بنعمل لها توازن وبيبقى الحالة بتتحسن. بعد كده في الساكرال شاكرا. الساكرال شاكرا دي بتبقى بالظبط مكانها عند السرة، هي مسؤولة عن الغضب، مسؤولة عن ايه كمان؟ الابداع. الابداع ده مش لازم ابقى ممثلة او مغنية او رسامة او كذا، انا ممكن ابقى ست بيت عادية جدا ولكن بعرف اعمل اكل حلو، وابدع في اكلي، بعرف اوضب بيتي بطريقة حلوة، بعرف البس بطريقة حلوة. فدي مسؤولة عن ايه؟ عن الـ 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 الجزء اليورينري سيستم او المسالك البوليه، الكلى والمسالك البوليه، والريبرودكتيف سيستم اللي هي الجهاز التناسلي. اخر شاكرا في شاكرا خالص هي في اخر العمود الفقري خالص، مسؤوله عن مناعه الجسم. لونها احمر، ودي مسؤوله عن الثقه بالنفس، مسؤوله عن التوازن النفسي اللي هو التوازن العاطفي والتوازن الفيزيكال اللي هو توازن الجسم نفسه. برضو بنلاقي الناس ساعات ما عندهاش ثقة في النفس كافية، فبيبقى عندهم بلوكج عالي في الشاكرا دي، وأول ما بيتصلح بيلاقيهم شوية شوية ثقتهم بترجع. طبعا كل حالة حسب التاني. الصورة اللي بعدها عبارة عن المسارات الطاقة في الجسم. كل عضو من أعضاء الجسم له مسار طاقة. يعني إيه؟ يعني القلب له مسار طاقة، الرئة لها مسار طاقة، الكبد، الكلى، كذا. إزاي عرفنا كده؟ وإزاي إزاي يعني مين اللي بيستعمل ده؟ في إبر صينية صح؟ لما بروح مثلا لحد عشان أعمل إبر صينية بيروح عند مكان معين ويحط ويحط الإبر دي، وسبحان الله العضو بيتحسن أداؤه. إيه اللي بيحصل؟ إن المسار الطاقة ده بيحصل له بلوكج أو بيتقفل في أماكن معينة، انسداد.
يمكن الصورة اللي بعدها تبين. أيوة بالظبط، دي النقط السوداء اللي موجودة، دي النقط دي هي دي الأماكن اللي بيعمل اللي بيجي الإبر الصينية فيها. يركز عليها حسب مسار العضو اللي أنا بشتكي منه، وبالتالي أكنك بتسلكي المسار ده، فمسار الطاقة في الجسم يمشي. الفلو أو مسار الانرجي في الجسم بيمشي، فالعضو بيتحسن اوتوماتيك. بعد كده في الهالات اللي حوالينا، هم 7 هالات، ولكن احنا لما بنيجي نعالج بنركز على 4 هالات بس. اول هالة، احنا على فكرة كل الناس في الدنيا تقدر تحس الطاقة. تحسها ازاي؟ ان احنا بس نعمل فريكشن بايدينا كده ونقرب ايدينا من بعض. في ناس هتحسها هوا ساقع، وفي ناس هتحسها هوا سخن، في ناس هتحس ان في مجال اكنه ايديهم منملة، بس مش لازم نبقى ايدينا ستيف، يعني لازم تبقى ريلاكس شوية ونقربها من بعض. كل ما نقربها من بعض كل ما كده، هي دي الطاقة سيمبلي، يعني هي دي احساس الطاقة. في ناس مش هتحسها خالص لانها دي دوم يعني ما مش مؤمنين، مش مؤمنين بان في حاجة اسمها كده. أنا أحسها دافية كده، حاجة هوا دافي بالظبط. وفي ناس تحسها ساقعة، وفي ناس تحسها مجال بس مش قادرة تقول ايه هو، بس تنميل بين ايديهم. هي دي الطاقة. الطاقة اول هي الطاقة كده كده هي حوالين جسمنا. بالظبط. احنا عندنا 4 حالات مهمين قوي حوالين جسمنا. اول هالة هي الهالة اللي بتعبر عن الفيزيكال، او الحالة الفيزيكال بتاعت الجسم، اللي هي اللي صورها مايكل كيريان في الأول بالكاميرا. هي دي اللي هي بنقدر نحسها حتى لما نعدي إيدنا نفسنا كده على بعد 5 سنتي من الجسم. برضو بيبقى لها لون وبيبقى لها طب ولو الواحد في حتة جسمه تعبان، لو واحد في حتة جسمه تعبان بتلاقي إن الطاقة فيها مشكلة في الحتة هنا. دي لو صورناها بالكاميرا بتاعت مايكل كوريان هنلاقي انه في هنا اكنها ديستورب كده، لونها مختلف وفيها ترددات عاليه. الهيلرز او الانرجي هيلرز بيقدروا يحسوا الطاقه دي بايديهم، فبيحسوا لو انا عندي مشكله مثلا في كتفي، اما بمشي ايدي كده بلاقي ان انا اكن في حاجه بتزقني. اوكي، اكن حاجه بتزق الايد، او الانرجي اللي احنا حسيناها دي بتقوى. اوكي، ف دي 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 اول هاله. فبعد كده في الهاله بتاعت الحاله النفسيه، الحاله الايموشنال، الحاله ازاي انا بتاثر ايموشنلي، وازاي بقدر اعمل اكنه بالانس او توازن للتاثير الايموشنلي ده. في ناس بتبقى حساسه زياده عن اللزوم، في ناس بتبقى ستيف زياده عن اللزوم كذا. اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل توازن علشان ما نبقاش ولا حساسين زيادة عن اللزوم ولا جامدين وحادين في العلاقات. بعد كده الهالة اللي بعدها طريقة التفكير، وازاي الواحد بيتأثر عليه من بره، وازاي هو طريقة تفكيره. في ناس بتلاقيها طريقة تفكيرها متشائمة جدا وسلبية جدا وكذا. لما بنقدر نعمل توازن للهالة دي بيقدروا بيهدوا، لو حد متعصب بيتعصب كتير كذا بيهدوا، وبيقدروا يبقوا متوازنين اكتر من مكان. بعد كده اخر هالة دي اللي هي علاقتنا بربنا، سواء برضو بغض النظر احنا ديننا ايه، علاقتنا بربنا ده ازاي احنا بنؤمن او مش بنؤمن. لو لقينا ساعات انه لو في ناس عندها عدم ايمان او كذا بيبقى عندهم ديستربنس عادي قوي في الهاله الاخرانيه. لو في ناس لسه كان في حد عمل تجربه وقاس التردد بتاع الهاله دي بعد ما حد قام من الصلاه، سواء هو مسلم او مسيحي او كذا، ما بيقدرش يقيس التردد من كتر ما التردد بيبقى عالي جدا. بعد كده بقى بيورينا اللي يمكن الصوره اللي بعدها هتورينا قد ايه علاقه الشاكرز ببعض. احنا الشاكرز دي عباره عن قمع كده، طول ما احنا ماشيين بتتنفس، بتلف يمين
تتنفس تاخد بوزيتيف وتريليس النيجاتيف او تتخلص من السلبيه، بتلف يمين تاخد وكذا لغايه لما بيبقى مثلا الطاقه السلبيه زياده قوي اللي بتتعرض لها، فبيحصل انه اكن القمع ده هي عامله زي القمع كله بيتسد، فبيبقى محتاج ان هو يتسلك. اوكي، فهم كلهم لو تلاحظي متوصلين في النص بحاجه زي عمود النور كده. ده زي هو ده مسار طاقه بقى، ده مسار طاقه. المين اللي هو بيأثر على كل الشكرات، فلما بنيجي نعالج بالطاقه بنحاول ان احنا نعمل توازن. احنا مش بنقول ان احنا نبقى ايجابيين طول الوقت، مفيش حد في الدنيا طبعا ايجابي طول الوقت ولا سلبي طول الوقت طبعا. ازاي بقى نحافظ على الطاقه التوازن الطاقي بالزبط في جسم الانسان؟ في كذا بوينت، كذا نقطه، وسهلين جدا جدا وفي ايدينا واحنا اللي مش واخدين بالنا. اول حاجه ان احنا بنشرب ميه مثلا، لازم نشرب ميه كتير. لازم نشرب ميه كتير، لان دايما بيقولوا انه لقينا انه الفلو بتاع الدم بيبقى احسن في الجسم مع بالظبط. كل ما بنشرب ميه كتير كل ما الفلو بتاع الدم بيبقى احسن، كل ما الانرجي فلو بيبقى احسن. الميه هي سر الحياه بالظبط. اوكي، وكان في تجربه حصلت على الميه يمكن بعد كده دي صور لجزيئات الميه. كان نعم، دي صور لجزيئات الميه بالظبط متصوره، متصوره بالميكروسكوب عامله زي الالماس، وابتدوا يلاقوا انه الميه بتحس. يمكن ده هيبقى، انا ساعات بربط حاجات بتعلمنا، انا مش فقيهه دينيا، ولكن ساعات الحاجات اللي اتعلمناها واحنا في المدارس صغيرين ان انت بتسمي على الميه قبل ما تشربيها مثلا، فانت لما بتسمي على الميه بيحصل حاجه في المولكيولز دي او الجزيئات دي بيحصل. لما بتسيبيها كده لوحدها بتيجي زي اول صوره فوق. لما بتقولي لها اي براير، يعني لو انا مسلمه او مسيحيه او اي صلاه او كلام في لما ربنا، اي صلاه بتبقى زي الالماس، بتقولي بتبقى عامله زي الالماس. زي ثاني صوره لما بتقولي ان انت بتشكري الحمد لله ان انا عندي ميه، ده في ناس مش لاقيه نقطه ميه، بتدي لها الابريشيشن بتاع ان انت ثانكفل ان انت كذا، بتاخدي الصوره الثالثه، الصوره اللي هي الثالثه اللي هي الاول واحده تحت. أيوة، على الشمال. في ناس بقى بيقول لك انا بكره الماي، ما بحبهاش خالص خالص وما بطيقش اشرب ماي، بتبقى عامله كده المولكيول الشكل ده. اوكي، فلما بتدخل جسمك بتبقى عامله كده، فما مش بتفيدك. اخر صوره اما بتديها لافن ابريشيشن، لما يعني ايه ده اعلى طاقه ايجابيه اسمها كانت love and appreciation. تخيلي انت حد بيحبك وبيابريشيت وات تو دو، او بيبقى يعني مبسوط باللي انت بتعمليه وكذا، بتبقي عايزه تديله الدنيا كلها طبعا. ها، لما حد هي الميه زي كده بالظبط. فاحنا اول حاجه نشرب ميه كتير. تاني حاجه طريقه التنفس، احنا قاعدين كده مع بعض بنتنفس بتلت الرئه. لو احنا عرفنا ازاي طريقه التنفس الصح هنهدى. يعني ايه؟ يعني انا لو انا متعصبه عندي مشكله ومش عارفه احلها ومتعصبه، او الولاد دخلوا وعملوا حاجه مضايقينك وانت هتتعصبي، خدي 5 ثواني ادخلي اوضتك وتنفسي صح. ازاي تتنفسي صح؟ ان انت بتاخدي الهواء من مناخيرك تنفخي بيه بطنك، ومن غير ما تبقي عامله كروسنج لرجليكي ولا ايديكي، فبتاخديه وبتنفخي بيه بطنك، فانت دخلتيه في كل السيستم. اوكي، وبتسيبيه ثانيتين، يعني هتعدي 1 2 بعدين بتطلعيه من بقك. اوكي، لو عملتيها 3 مرات ورا بعض هتلاقي نفسك هديتي. ايه اللي بيحصل لما انا بتنفس كده؟ المخ بيركز على ان الاكسجين داخل من مناخيرك وبينفخ بطنك، بيركز على العمليه التنفس. اوكي، فبيوقف افكارك السلبيه كلها. في علم اسمه ان احنا بنتعالج بالتنفس. في علم اسمه بريذنج. اوكي، العلم احنا بس لو استعملناه في حاجات بسيطه، طول ما احنا ماشيين مثلا سايقين بنتنفس صح، بس مش بنعملها كتير، لان ساعات لما الواحد بيبقى
جسمه متعود على انه بياخد اكسجين قليل ويديله كتير ممكن يدوخ. فبنعملها بحساب ثلاث مرات مثلا، ثلاث مرات ورا بعض، بعدين نقعد مثلا شويه. ولو هتعصب، لو هتضايق من حاجه، قبل ما اتعصب او اتضايق بعمل حكايه التنفس. الحاجه الثانيه اللي احنا ممكن نحافظ على التوازن الطاقي بتاعنا، ان احنا طريقه تفكيرنا ازاي نخلي طريقه تفكيرنا ايجابيه. دي الاصعب بقى، مش صعبه لو قررنا. ما هو ما فيش حاجه، خلينا نتفق ان ما فيش حاجه بتتعمل من غير سبب في حياتنا. ربنا مش بيدلنا اي حاجه من غير سبب، لازم بيبقى فيه سبب، سواء الحاجه دي عجبانا دلوقتي او مش على مزاجنا قوي او مش شايفين الحكمه منها. لكن الرضا، ان احنا نبقى راضيين. اول ما هنبقى راضيين هنقبل اي حاجه تحصل لنا. طريقه الكلام، لما بنقول كلمه طيبه زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا الكلمه الطيبه صدقه، هي الكلمه الطيبه دي بتعمل معجزات. فبرضو طريقه التفكير. الحاجه الثالثه انه ان احنا الحاجات اللي بنتعرض لها ك الكمبيوترز والتليفونات واللابتوبس والايبادز والتلفزيونات، اي حاجه فيها كهرباء او الكتروماجنتيك فيلد، ده كله بيأثر علينا سلبي لان كلها فيها طاقات سلبيه. برضو نقلل تعرضنا، ده مش لازم نبقى قاعدين 24 ساعه على الموبايل، مش لازم الموبايل يتشحن جنب السرير. اخر حاجه اللي هي جلسات علاج بالطاقه. جلسات العلاج بالطاقه دي بتفرق من 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 زي ما قلنا من فرع لفرع. برانيك هيلينج غير الريكي، غير اي علاج تاني. ولكن جلسات العلاج بالطاقه دي بتعمل توازن للجسم، بتعمل توازن للشكرات، للمريدينز اللي هي مسارات الطاقه، للهالات اللي حوالينا. بنقدر نهدى، بنقدر نفهم ان احنا نقدر نتحكم في جسمنا ونحافظ على التوازن الطاقي للجسم. بشكرك جدا يا مي على المعلومات اللي قلتيها لنا النهارده، يعني فتحت لنا نقط كتير، وان شاء الله نعمل كلنا بيها عشان نبقى متظبطين كده ان شاء الله. ان شاء الله. وبشكرك يا حبيبتي، ومشاهدينا بفكركم